الضيوف اللي عندنا النهاردة هنقولهم كلهم على بعض، وفد من 7 من كنيسة المالونايتس بكندا وأمريكا، وبعض الضيوف من إنجلترا وكندا وفرنسا وأثيوبيا، والكهنة بتوعنا بتوع أستراليا. نجاوب شوية أسئلة. برضو السؤال اللي دايما يتقال بعد القيامة مما بيدل على انكم ما بتقروش الكتب، بيقول لماذا قال السيد المسيح لمريم المجدلية عند القبر لا تلمسيني، وقال لتوما هات ايدك وضعها مكان المسامير؟ يعني هل في فرق بين الرجالة والستات؟ عند المسيح ما فيش فرق، انما قال لمريم لا تلمسيني لانها لمسته من قبل ولم تؤمن، وذلك في متى اصحاح 28 2 من المريمات ذهبوا الى القبر، كانت مريم المجدلية ومريم الاخرى، ولما شافوا المسيح وتأكدوا منه امسكت بقدميه وسجدت له، فكون انها لمسته لمسته ومسكت رجليه وسجدت له كله حصل. ولكن بعد كل ده لما تقول له يا سيد ان كنت قد اخذته فقل لي اين وضعته، وتقعد تقول انهم سرقوا الجسد ولست ادري اين وضعوه، فقال لها بلاش الحاجة اللي ما فيش منها فايدة دي، لكن روحي بشري وما تستحقش تلمسيني لأني لم أصعد بعد في فكرك إلى مستوى أبي، ظناني لسه بتفتكري إن أنا مجرد إنسان بسيط بيسرقوا جسده ويودوه هنا ولا هناك. فكانت عبارة توبيخ ليها لأنها لمسته من قبل ولم تؤمن. واحد بيقول من المعروف أن إنجيل معلمنا مرقس الرسول هو أول إنجيل كتب، فلماذا وضع إنجيل معلمنا متى في بداية العهد الجديد؟ وضع إنجيل متى في بداية العهد الجديد علشانه صلة بين العهد الجديد والعهد القديم، كل شوية والتاني يقول كما هو مكتوب كما قال النبي القائل، فأصبح إنجيل متى لما يتوضع في أول العهد الجديد يبقى الصلة بين العهد الجديد والعهد القديم، دي حاجة. وتاني حاجة، لا تظنوا ان اسفار العهد الجديد او اسفار العهد القديم وضعت في الكتاب المقدس على حسب الترتيب التاريخي، لا، يعني مثلا في العهد القديم اتوضع اسفار الشريعة في الاول، اسفار موسى الخمسة، وبعدين الأسفار التاريخية بدءا من يشوع، وبعدين الأسفار الشعرية والحكمية ابتداء من أيوب لغاية باقي بقى المزامير وأسفار سليمان إلى آخره، وبعدين أسفار النبوات. فما نقدرش نقول دي قبل دي ولا دي بعد دي، ده حطوهم كده. فمثلا مزامير داود كتبت ايام داود، لكنها اتوضعت بعد الاسفار التاريخية،
اتوضعت بعض اصفر نحاميه وعذراء اللي رجعوا من السبت، لكن هي اتوضعت ضمن الاصفار الشعريه الحكميه بغض النظر عن وقت كتابتها. وكذلك باقي الاصفار في العهد الجديد، اصفار الشريعه في الاول الاناجيل، وبعدين الاصفار التاريخيه اللي هي اعمال الرسل، وبعدين الاصفار الحكميه اللي هي الرسائل، وبعدين النبويه اللي هي الرؤيه. يعني ترتبت بترتيب خاص مش حسب التاريخ. واحد بعد بيقول: أنا موظف بمحافظة القاهرة، خلط رئيسي في العمل في أوراق ومستندات مالية، ويعني حكاية ممكن توديه في السجن. فبيقول أعمل إيه؟ اعترف بالحقيقة كاملة ومالكش دعوة باللي بيجرى إيه، تقول الحق زي ما حصل. إن واحد انضر يبقى انضر بسبب سلوكه الخاطئ. واحد برضو بيسأل عن التواريخ اللي بيحطها البعض لنهاية العالم. الإجابة الكتابية عليها، الكتاب المقدس بيقول في أعمال 1:7: ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه وحده. فما فيش حد يعرف دي، وقال ولا يعرف ذلك اليوم ولا تلك الساعة ولا ملائكة الله في السماء. فإحنا ما نتدخلش في أمور فوق مستوى معرفتنا. ويا ما ناس وضعوا تواريخ وطلعت التواريخ ما فيش حاجة خالص. واحد بيقول: نرجو توجيه كلمة تحذير للشعب بعدم النط على الكراسي في نهاية الاجتماع وبيتعبوا الخدام ولا أحد يسمع أي نصيحة. عيب الحاجات دي. الكلمة دي توبيخ لي أنا، يعني معناها عظاتي فيكم ما بتجيبش النتيجة. قال له: هذا القلم على خدك يا أرساني. أرجو ما فيش حد ينط من فوق الكراسي. بيت ربنا لابد أن يكون له احترامه، وعشان تحترم بيت ربنا ما تتنططش فوق الكراسي. واحد بيقول: هل تم الفداء بعد موت المسيح له المجد كما قال الكتاب: بدون سفك دم لا تحصل مغفرة، أم تم الفداء بعد القيامة؟ بمعنى هل قيامة السيد المسيح من بين الأموات لها دور في عملية الفداء؟ وهل كان ممكن أن يتم الفداء لو لم يقم المسيح؟ ما نخلطش بين الأمور وبعضها. الفداء تم تماما بصلب المسيح. الفداء تم تماما بصلب المسيح، بدليل أنه بصلبه أمكن أن يخرج النفوس الراقدة على رجاء ويدخلها إلى الفردوس في نفس يوم صلبه، في نفس يوم الصلب، بدليل أنه قال للص: اليوم تكون معي في الفردوس.
فما كانش ممكن أبدا أنه إنسان يكون في الفردوس إلا لو كان الفداء قد تم. أما قيامة المسيح فهدفها الانتصار على الموت وإثبات قيامة وإثبات لاهوت المسيح إن الموت لا قوة له عليه. دي مش خاصة بالفداء، دي خاصة بغرض آخر، الانتصار على الموت، إثبات لاهوت المسيح إن الموت لا سلطان له عليه، وإثبات لكلمته التي قالها إن لي نفس أضعها من ذاتي ليس لأحد سلطان أن يأخذها مني، لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها أيضا. ما تخلطش الأمور ببعض. يقول هل يمكن أن يتم الفداء لو لم يقم المسيح؟ هو طبعا الفداء لا يتم إلا بلاهوت المسيح، القيامة دليل على لاهوته، لكن مش هي ثمن الخطية. ثمن الخطية هو الدم الذي سفك يوم الصلاة يوم الجمعة. واحد بيقول لماذا سلم يهوذا المسيح لليهود وإن كان طمعا في المال فكان الأقدر به أن يأخذ من صندوق النقود الذي كان مسؤولا عنه، وهذا أفضل من تسليم سيده. هو اللي يطمع في المال ما يكتفيش بحاجة أبدا، يأخذ من الصندوق ويأخذ من غير الصندوق. لكن أعتقد أن السبب الأساسي اللي خلى يهوذا يسلم المسيح غير طمعه في المال، يعني وجود طبع الخيانة فيه، يعني خائن بطبعه. لأن الإنسان اللي ما يكونش خاين مهما سلموه من مال برضه ما يرضاش، لكن وجود عنصر الخيانة في طبعه. عشان كده أهم حاجة احنا بنذكرها ليهوذا هي خيانته انه خائن. وامتزجت الخيانة بالطمع ومحبة المال. هل كانت السيدة العذراء مريم ضمن النساء اللائي حملن الطيب والحنوط؟ لا طبعا، هي ذهبت مع مريم الأخرى إلى القبر لكنها كانت واثقة في قيامة المسيح. حكاية الجسد الممجد والأكل والشرب ده أنا اتكلمت عليه مرارا، وتلاقوا كتاب القيامة مكتوب فيه الحاجات دي كلها. واحدة بتقول أرجو أن تعيد علينا شرح وصية لا تقتل، وكذلك شرح فضيلة الوداعة، لأني أعاني نفسيا من أناس تعاملت معهم في حياتي وقتلوني روحيا ونفسيا وأنا محطمة منهم، وكلما تذكرت إساءتهم للأسف أقول منهم لربنا، وكثيرا ما أبكي بسبب هذه الذكريات الأليمة. الكتاب بيقول لي النقمة أنا أجازي، يقول للرب لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء. أنت ما تطلبيش لحد ضرر ولا تقولي منه ربنا ولا حاجة، سيب الأمور لوحديها وربنا شايف كل حاجة. أما حكاية أعيد لا تقتل ده كتاب يا بنتي بحاله، عشان ألخصه نتكلم فيه النهاردة لحد يوم الجمعة ولا حاجة. وفضيلة الوداعة فقتل النفس، قتل النفسية وقتل الأعصاب وقتل المشاعر
ما هي داخلة ضمن وصية لا تقتل. لكن على الرغم من كده ما زلت انت عايشة، خلي اتكالك على ربنا وقولي مهما عملوا فيا ربنا موجود وربنا قادر يصلح وربنا ما يسمحش بالضرر وربنا بينجي، وخلي عندك ايمان في ربنا وما تقوليش انا محطمة ولا حاجة. ليه تتحطمي؟ يعني داود النبي يا ما شاول دوخه، شاول الملك عمل له ايه؟ ولا حاجة، فضل داود زي ما هو. خلي عندك ايمان كده وقولي ولا يهمني. سؤال واحد بيقول قرأت في كتاب بعنوان جسم القيامة في ضوء تعاليم العهد الجديد الجزء الثاني لتأليف كذا كذا كذا، بعنوان ماذا يحدث للروح خلال مدة 40 يوما لانفصالها عن الجسد، انه جاء في ميمر وضعه مش عارف مين ومين، يقول من تلاميذ ابو مقار، ان شوية خرافات موجودة. شوف يا ابني، اذا كان مؤلف هذا الكتاب اعتمد على مجرد ميمر لا نثق اطلاقا من صحته ولا من نسبته الى صاحبه. فالمهم عندنا ان احنا نعتمد على الكتاب المقدس. كل ميمر فيه معلومات ضد الكتاب ارفضه 100%. وان كان منسوب لواحد من القديسين اعرف انها نسبة خاطئة 100%. ده بولس الرسول بيقول في غلاطية 1:8-9 ان بشرناكم نحن او ملاك من السماء بغير ما بشرناكم به فليكن اناثيما، يعني فليكن محرومة. فكل حاجة ضد الكتاب المقدس لا تقبلها. الكتاب المقدس بيقول ان اللص اليمين كان في الفردوس في نفس يوم وفاته، اليوم تكون معي في الفردوس. فنقعد بقى نقسم 40 يوم كام يوم كذا وكام يوم كذا، ده محدش قال الكلام ده ابدا. وبولس الرسول بيقول لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح، ما قالش اخد رحلة 40 يوم اتجول فيها شرقا وغربا ينتقل ويروح المسيح. وفي سفر الجامعة بيقول يرجع التراب الى التراب والروح ترجع الى الله معطيها. فالانسان بيموت وروحه تروح السماء، ان كان بارا تروح الجحيم ان كان شريرا لغاية يوم القيامة. لكن رحلة 40 يوم دي ما جاتش لا في الكتاب المقدس ولا في اقوال الاباء القديسين، ولا تصدق هذه الميامر المنسوبة خطأ الى القديسين. ومن له اذنان للسمع فليسمع. واحد بيقول في المحاضرة السابقة قلت قداستكم انك تقف متعجبا امام الآية التي قالها السيد المسيح وهي الحق الحق اقول لكم من يؤمن بي فالاعمال التي انا اعملها يعملها هو ايضا ويعمل اعظم منه. فلماذا تتعجب قداستكم؟ هل من كثرة محبة الله لنا ام من عدم استحقاق شعبه لكل هذه المحبة؟
انا مش بس بتعجب من محبة ربنا، بتعجب من تواضعه. بتعجب ايه؟ من تواضعه. من تواضعه ان يقول ان اللي يؤمن بيه يعمل اعمال اعظم. على الاقل تواضع ربنا جه في كلمة بسيطة لم يذكرها، وهي يعمل اعمال اعظم منها بواسطتي، بواسطة ربنا. يعني مهما انسان عمل اعمال ومهما كانت اعمال عظيمة، لكن كلها بواسطة المسيح. فهو قال يعمل اعمال ويعمل اعظم منها وسكت. هو طبعا بواسطتي، يعني بواسطة المسيح. لكن هو قال دي في نفس، يعني الكلام ده ان كان جه في انجيل يوحنا اصحاح 14، لكن هو في اصحاح 15 قال بدوني لا تقدرون ان تعملوا شيء. فدي تتحط جنب دي امتبان. ممكن ربنا يعطي انسان ان يعمل اعمال عظيمة بواسطة الله، لكن بدون ربنا ما يستطيعش يعمل حاجة. بدوني لا تستطيعون ان تفعلوا شيء. فاحنا بنتعجب من محبة ربنا ومن تواضعه ومن المجد اللي بيعطيه لأولاده عن غير استحقاق. وهتقول في قانون الإيمان عندما نقول صعد إلى السموات وجلس عن يمين الآب، فماذا تعد إن يمين الآب بالرغم إن الله غير محدود؟ أنا شرحت دي مرات كثيرة ومكتوبة في كتب الأسئلة. يمين الله يعني قوة الله، عظمة الله، مجد الله، دي المقصود بيها. واحد بيسأل عن علاقة شم النسيم بالقيامة، ولماذا أكل الفسيخ والبيض في ذلك اليوم، علما بأنه عيد فرعوني وكان قدماء المصريين يأكلون الفسيخ لاعتقادهم أن التناول الفسيخ يطرد الأرواح الشريرة. جبتها منين يا ابن دي؟ يعني ما يحبوش ريحة الفسيخ ولا حاجة؟ لا، شوف، في سببين اقولهم لكم. اول سبب ان الصوم الكبير ما بياكلوش فيه لا لحم ولا سمك، فلما اتحرموا طبيعيا يعني من السمك على حسب صيامنا احنا 55 يوم، فبيجي يوم عيد القيامة بياكل لحم وتاني يوم بياكل سمك. ولانهم مش فاضيين يقعدوا يطبخوا سمك، فالفسيخ حاجة جاهزة بياكلوها. طبعا ملناش دخل بفسيخ المسمم والحاجات دي خليها على جنب، انا بتكلم كقاعدة عامة. تاني حاجة من الناحية الدينية، دايما السمك كان بيرمز الى العصر المسيحي الاول، على اعتبار ان الرسل كانوا صيادي سمك، فكانت دايما السمكة في ذلك الزمان بيعتبروها اشارة للعصر المسيحي بتاع ايام الرسل ان التلاميذ بياكلوا سمك. وكمان ورد انهم بعد القيامة صادوا سمك وكلوه، ودي موجودة في يوحنا اصحاح 21. من جهة البيض بيرمز للقيامة، على اعتبار ان تلاقي حاجة مغلقة، بيضة مغلقة تتكسر ويخرج منها كائن حي، فكانت
البيضة رمز للقيامة. لكن عيد فرعوني ومش فرعوني دي كلام، ولكن من جهة شم النسيم، ودايما بيرتبط شم النسيم بعيد القيامة، مهما عملت تلاقي الجو ما يتصلحش إلا يوم شم النسيم. وممكن الدنيا تدفى شوية وتفتكر تغير هدومك تلاقيها قلبت برد تاني، ومش ممكن ينفع إلا يوم شم النسيم. فهو تغيير الطبيعة وخروج الناس إلى الطبيعة وإلى الجناين رمز إلى أنه بعد القيامة الفردوس كان مفتوح والناس أصبحوا يقدروا يخشوا فيه. فالوجود في الحدائق رمز إلى الفردوس الذي فتح. طبعا فتح مساء يوم الجمعة، لكن في أسبوع الألام ما يقدروش يروحوا جناين، فيبقى بعد العيد يروح. احنا كترنا أسئلة عايزين نخلص. في ناس عايزين الميعاد نيجي 6 أو 7. 6 مستحيل. أنا جيت قبل كده لقيت مش موجود في الاجتماع ولا ربعه. فاللي بيقولوا 6 كلام شفوي ومش معقول بالنسبة لهم. هم جايز دول اللي بيستنوا من الساعة 3 ولا 4. ممكن نخلي الاجتماع يبتدي 7، وهتشوفوا برضو 7 انكم كلكم لسه ما جيتوش، لكن نبتدي 7 ما فيش مانع. نبتدي 7 ما فيش مانع. واحد بيقول اود ان اسلك طريق الرهبنة، وهذا الطريق ليس مجرد فكرة، لكن هي فكرة ثابتة في رأسي، ولكن مشكلتي هي التكاسل، واود ان اخذ خطوة ايجابية علما باني على اعتاب نهايتي من الخدمة العسكرية. ما تعتبرش تكاسل، لان ما دام انت في الخدمة العسكرية مش هتقدر تروح. هو بعد ما تخلص الخدمة العسكرية تعزم عزمة اكيدة كده وما تبصش وراك، يعني ما تقعدش تفكر ويجرى ايه وما يجراش ايه وبتاع ايه. وممكن ان الشيطان لما يلاقيك مصمم على الرهبنة يحاربك بحروب، يعني تبص تلاقي عروسة طلعت لك من تحت الارض من حيث لا تدري، ووقفت قصادك وقالت لك احنا في الخدمة. قول لها ولو انا مصمم. تلاقي وظيفة جات لك من حيث لا تدري، قول برضو ولو. خليك شديد كده. نكتفي كده احسن، احنا خدنا وقت طويل في الأسئلة وخش في الموضوع. عندناش وقت. أريد أن أكلمكم اليوم عن الغلطة الكبرى في الحياة. الإنسان ياما بيغلط غلطات، ولكن بينسى حاجات كتيرة، وفي غلطة معينة مثلا لا يستطيع أن ينساه. يعني خدوا واحد زي داود النبي، ياما غلط، ولكن في أغلاط مرت عليه سهلة، حتى يقول لربنا خطايا شبابي وجهالاتي لا تذكر. يقول له الخطايا من الخطايا المستترة، يا رب ابرئني. شوف سيدي وقفة زي كده، وقفة مش لطيفة. لكن وخطيته مع نابال او غيره برضو كأنها ما حصلتش. لكن الغلطة الكبيرة في حياته اللي ارتكبها ما قدرش ينساه، وقال خطيتي امامي
في كل حين. سليمان الحكيم ياما غلط، ولكن غلطته الأخيرة في انه بنى هياكل لنسائه ومعابد للوثنيات دي ما قدرش ينساها. في حاجات في حياة الإنسان مهما حصل ما يقدرش ينساها. جايز يتوب ويسكب دموع أمام ربنا، ولكن الغلطة دي بالذات مش قادر ينساها. خطيتي أمامي في كل حين. في خطايا لها عمق في ضمير الإنسان، ولها عمق في قلبه، ولها عمق في أحاسيسه، بحيث ما يقدرش ينسى. شمشون ياما غلط وياما اتصرف مع نساء تصرفات خاطئة وياما قتل، ولكن في غلطة ما قدرش ينساها أبدا، وكانت في عمقه ومش قادر يطلعها من ذهنه، اللي هي انه قال سره لدليل. كل الحاجات اللي فاتت مش زي هذه الغلطة، ان قال سره، وكانت النتيجة انه حلق شعره وفقئت عيناه وجراله اللي جراله. أخطاء إنسان ما يقدرش ينساها، زي مثلا غلطة ضيعت مستقبل واحد، غلطة غيرت مجرى حياته. جايز بنت مثلا مشيت مع أولاد كتار ونسيت دي، لكن إذا وقعت في غلطة بحيث إنها زنت زنا فعلي وحبلت، غلطة لا يمكن تنساها طول حياتها، تفضل في ضميرها وتتعبها وتقلقها. وجايز تلاقي ان حكاية الحمل يحتاج لإجهاض، والإجهاض يبقى جريمة قتل، والإجهاض يحتاج لمال، والمال يحتاج لطرق، والمسألة تحتاج لكد، وتبص تلاقي خطية كبرت وتعقدت ومش قادرة تنساها، وتقعد في قلق شديد. في أخطاء ما يقدرش الإنسان ينساها زي دي. ناس يقولوا شرف البنت زي الإزازة، إذا اتكسرت ما ترجعش لحالتها الطبيعية مهما تلحن، ما ترجعش لوضعها الطبيعي. في خطايا كتيرة حدثت في العهد القديم ولم تسجل في الكتاب المقدس، لكن الكتاب سجل خطايا معينة لا يمكن أن تنسى، زي خطية يهوذا لا يمكن أن تنسى، زي إنكار بطرس لا يمكن أن ينسى، زي شك توما لا يمكن أن ينسى، زي خديعة حنانيا وسفيرة لا يمكن أن ينسى، زي خطية سيمون الساحر الذي أراد أن يشتري موهبة الروح القدس بدراهم، مش ممكن تنسى. ده لو نسيها الإنسان ربنا ما بينسهاش، بتذكر في الكتاب المقدس لأنها خطايا صعبة. طبعا كل الخطايا خطايا، لكن في خطايا ليها شدة معينة مهما حاول الضمير ان يغطي عليها ما يقدرش، مهما قدم من توبة، مهما بكى بدموع مش قادر ينسى. خطيتي امامي في كل حين زي ما قال الكتاب. خدوا مثل انسان اخطأ وجاله مرض ايدز مثلا، مهما عمل هينسى دي مستحيل، حاجة ليها عمق. إنسان أخذ له شمة هيروين ولخبطت كيانه العصبي
وأدخلته في إدمان يقدر ينسى؟ مش قادر. في خطايا ما يقدرش ينساها. تلميذ غش في الامتحان واتفضح قصاد الطلبة كلهم واترفد له سنتين، يقدر ينسى؟ مش قادر. في أشياء لا تنسى. الخطايا لا تعد وإنما توزن. يعني جايز خطية واحدة وزنها ولا قد 100 خطية أخرى. لا تعد وإنما توزن. وفي خطايا ثقيلة الإنسان يحاول أن يتخلص منها فلا يستطيع. خذوا مثلا إنسان صور اتمسكت عليه، تسجيلات اتسجلت عليه، يحاول يتفلفص مش قادر. خطية لا تنسى. أول خطية لم تنسى هي خطية آدم وحواء، لأنها كانت المعصية الأولى، وكانت الخطية اللي صدقوا فيها الحية أكتر مما يصدقوا ربنا. وربنا أراد أن هذه الخطية لا تنسى، فجعل لها علامات لا تنسى. قال لآدم بعرق جبينك تأكل خبزك، وإن زرعت الأرض لا تعود تعطيك قوتها، وشوكا وحسكا تنبت لك. وقال للمرأة بالوجع تحبلين وبالوجع تلدين أولادا. وأراد أن تبقى هذه الأمور لا تنسى. والكنيسة وضعت قوانين علشان ما تتنسيش الحكاية دي، ولو أن النساء بيحبوا يتمردوا عليها، لكن ربنا جعلها من الخطايا التي لا تنسى. لأننا لو نسيناها هننسى الفداء، وننسى التجسد، وننسى ما فعله الرب من أجلنا، فمن الأفضل إنها لا تنسى. خطية أولاد عالي الكاهن من الخطايا التي لم تنسى، وربنا قال لا يكفر عنها بتقدمة ولا بذبيحة. خطايا لا تنسى. كون ان الانسان يخطئ وينسى ويخطئ وينسى بتخليه يتعود الخطية ويسلك فيها وضميره ما بيتعبوش. ليه؟ لانه بينسى. ده القديس الانبا انطونيوس قال ان نسينا خطايانا يذكرها لنا الله، وان ذكرنا خطايانا ينساها لنا الله. جايز في خطايا يخطئها الانسان يظل تأثيرها يسري في حياته لمدة طويلة جدا. تفتكروش الخطية بتاخد وقتها وتعدي. دي الخطايا أيضا بتغرس في العقل الباطن وبتغرس في الذاكرة، وممكن تكون سبب أحلام وسبب ظنون وسبب أفكار وسبب مشاعر. خطايا لا تنسى. الابن الضال ما كانش ليه خطايا كتيرة؟ كان ليه خطايا كتيرة، لكن انفصاله عن بيت أبيه كان هو كان الخطية الكبرى في حياته التي لم يستطع أن ينساها.
في خطية جايز الإنسان تكون نقطة بدء في حياته ما يقدرش يتخلص منها، جايز تكون نقطة تحول في حياته، اتغيرت حياته تغيير كامل بيها، جايز تكون نتائجها نتائج صعبة مش قادر ينساها. لكن العجيب ان بعض الناس يقول ليه يا رب عملت فيا كده، ليه يا رب، وينسى ايه اللي هو عمله وايه اللي وصله للوضع اللي هو فيه، ويجيب اللوم على غيره ويجيب اللوم على ربنا عشان يطلع نفسه بريء من العملية دي. مش في انسان ساعات يتخانق خناقة مع مراته تؤدي الى زعله وانفصال وقضايا ومحاكم، ويمكن ينسى حاجات كتير لكن مش ممكن ينسى هذا اليوم اللي حصلت فيه الخناقة اللي أدت إلى الانفصال، ويقول أنا كنت فين وعقلي كان فين وإيه اللي خلاني أمد إيدي وإيه اللي خلاني أتخانق. خطايا لا تنسى. الإنسان في بعض الأوقات بيكون ناسي نفسه أثناء الخطية، ولكن بعديها مش قادر ينساه، مش قادر ينساه. جايز ما ينساش الفترة اللي اتعلم فيها الخطية. فاكر كان ليا أستاذ في الجامعة وانا طالب، يعني الحكايه دي من زمان يمكن سنه 45 46 حاجه زي كده، وكان صديقي جدا لابد كل اسبوع افوت عليه وما فوتش يسالني في الكليه ما جتش ليه فلان، وكان بيشرب سجاير. وبعدين في نوبه عزم عليا بسجاره، فقلت له ما اقدرش ابدا. قال لي معلش عشان خاطري. قلت له شوف، انا اعرف ان كل انسان بيشرب سجاير عايز يبطلها، فليه الواحد يبتدي بحاجه يشتهي طول حياته انه يبطلها؟ قال لي طب خلاص خلصنا. فاسبوع تاني بصيت لقيته برضه بيقول لي اتفضل اشرب سجاره، ده انا تلميذه وهو اللي بيمتحني ومستقبلي في ايدي. قلت له شوف، انا اعرف ان كل واحد بيشرب سجاير بيدعي على اللي علمه السجاير اول مره. قال لي لا، ربنا يبعدني عن دعاك. ومن ساعتها بطل العزايم لان عرف ان مفيش فايده. دي اللي بقول عليها ان الانسان اللي بيرتكب حاجة اول مرة، اول مرة دي اللي ما بيقدرش ينساها، لان بتفضل في مخه انها جرت له تاريخ طويل مش قادر يسيبه. او انسان اتعود مذاقة شيء مش قادر يتركه، او انسان ابتدى في عادة وسيطرت عليه ومش قادر يسيبها، زي انسان اتعود قمار ومش قادر يسيبه، اتعود خمر ومش قادر يسيبها، اتعود مخدرات ومش قادر يسيبها، اتعود صحبة شريرة ومش قادر يسيبها. في نقط في الحياة لا يمكن ابدا ان تنسى مهما عمل الإنسان، مش ممكن ينسى. خدوا مثلا راهب تزوج، ده هينساها ازاي دي؟ ده النسيها ما تنساهوش، والناس ما ينسوش، وآثرها في الحياة طول عمره، يقعد طول عمره شقيان، يبص لمراته
ويقول خطيتي أمامي في كل حين. خصوصا ان في خطايا طارئة وخطايا دائمة، فإنسان وقع في خطية طارئة ممكن بيتوب عنها، لكن إذا وقع في حاجة دائمة ده يخرج منها إزاي؟ في خطايا نتائجها لا حل لها، يعني ملهاش حلول. تقول لي التوبة مش تحل كل حاجة؟ في توبة تحل في السماء، لكن على الأرض مش ممكن إلا لو الواحد ترك كل شيء فعلا. ولكن برضو في نتائج تظل لاصقة به طول الحياة مهما ترك الخطية. في خطايا بتتعب الضمير وما يقدرش الإنسان ينساها، زي خطية التجديف وزي خطايا الشك. على رأي المثل اللي يقول الشك سهل جدا انه يخش وصعب جدا انه يخرج، بحيث لو الإنسان دخل الشك الى قلبه او دخل الشك الى عقله يقول يا ريتني ما عرفت، يا ريتني ما سمعت، يا ريتني ما فكرت، يا ريتني ما قريت، يا ريتني ما استسلمت للفكر، يا ريت يا ريت، ويبقى تعبان مش قادر. كل هذه الخطايا وكون انها لا تنسى دي بالنسبة ايضا للضمير الحساس، الضمير الحساس اللي من حساسيته مش قادر ينسى. لكن في ناس بيخطوا كل يوم خطايا ملهاش عدد وضميرهم نايم، ضميرهم غايب، ضميرهم مشلول، مريض، مش موجود، ما بيشتغلش. لكن إذا استيقظ هذا الضمير يبص يلاقي كل ده بيتعبه، يلاقي كل الحاجات دي صحيت من النوم ووقفت قصاده. القديس أغسطينوس اقترف خطايا كثيرة وما كانش دريان بروحه، وأول ما ابتدى يدرى وأول ما ابتدى يستيقظ ضميره ابتدى يتعب جدا جدا جدا، ما استريحش غير لما كتب خطاياه في اعتراف في كتاب أعلن على العالم كله. مين يقدر يعمل دي؟ مش سهل، مفيش حد يقدر يعملها. في خطايا تقف أمام ضمير الإنسان وتتعبه، تقول لي طب ما مفروض كل خطية تتعبه. أقول لك حق، مفروض كل خطية تتعبه إذا كان ضميره حساس، لكن ساعات ربنا ما يكشفش للإنسان كل شيء لألا يقع في اليأس والتعب والكآبة التي لا تنتهي، فيكشف له قليلا قليلا لكيما الخطية تأخذ بعضا من استحقاقها من الندم، من البكاء، من الدموع، من التعب، من اللوم، من لوم النفس، تأخذ حظها من المطنيات، من الأصوام، من التوبة، وبعدين يكشف له غيرها وغيرها وغيرها. في خطايا بالنسبة للإنسان
تكون عنصر من حياته بيدوخه في حياته كلها. زي مثلا انسان عنده خطيه غرور او كبرياء بتشكل حياته كلها. يعني كل خطاياه يمكن مبنية على الكبرياء والغرور. وعدم توبته من خطاياه سببها برضو الغرور والكبرياء. بقت عصب الخطية اللي عنده، معاملاته مع الناس سيئة بسبب الغرور والكبرياء، وقوعه في خطايا سببها الغرور والكبرياء. انسان جايز يكون خطية الغضب هي والنرفزة هي اللي بتشكل حياته، هي اللي بتسوق علاقاته، هي اللي بتتعبه، هي اللي بتفقده أصدقائه، هي اللي بتهيج أعدائه، هي اللي بتعمل له مشاكل، لكن مع ذلك هي خطيته الكبرى ومش قادر يسيبها. جايز انسان بتتعبه خطية الاخبار، يحب الاخبار بشكل لا يطاق، يبحث عن الاخبار، يتسمع الاخبار، يقرا الاخبار، يفتش على الاخبار، يسأل عن الأخبار، يكلم الناس، يجري. الله جرى لك كيف حال؟ غاوي أخبار، غاوي أخبار وغاوي أسرار، غاوي أخبار وغاوي أسرار، ودي بتوقعه في مشاكل كثيرة جدا. وكل ما يقابل حد يسأله ويكلمه، وإن الأهل ما بيتكلمش يبادله، اديك اخبار وتديني اخبار. او يسأله سؤال محرج عشان يرد عليه بخبر. وبعدين يتحول من باحث عن الاخبار الى ناقل للاخبار، لان عنده كنز كبير من الاخبار موجود عنده، ازاي يسيبه لوحده يوزعه؟ فيقعد ينقل الكلام وينقل اخبار، وطبعا الاخبار اللي بينقلها بتجيب له اخبار اخرى، وخصوصا لو وجد حد من نوعه غاوي يتبادله، يقول له طب هقول لك حاجه عمرك ما سمعتها في مقابل انك تقول لي حاجه انا ما سمعتهاش. وبعدين ينتقل من جامع أخبار إلى ناقل أخبار إلى مؤلف أخبار، يستنتج أخبار ويظن إنها حقيقة ويؤلفها، وبعدين يبقى الناس يخافوا منه، يقول لك فلان ده لما تكلمه لما تقعد معاه يبقى صم بكم لا يتحدثوا، لا لو قال لك حاجة قل له لا أعرف. ليه؟ هينقل عنك ويقول لك فلان قال وقال، وتبقى دي الخطية الكبرى في حياته. ويمكن ربما يكون بريء من خطايا أخرى كثيرة، لكن دي الخطية الكبرى اللي موجودة في حياته. ياريت كل انسان يفكر ايه خطيته الكبرى، ايه خطيته اللي لاصقة بيه الصق من جلده بلحمه، ايه خطيته التي يستمر فيها كل يوم وكل شهر وكل سنة، وبيتوب وهي معاه وبيتناول وهي معاه، ايه الخطية دي وكيف يمكن التخلص من الخطية الكبرى؟
المسائل على الأقل عايزة نقطتين هامتين، عايزة تواضع أمام ربنا وصلاة حارة لكي ينقذ، وعايزة جهاد مع النفس لكي يستريح الإنسان من خطيته الكبرى. وإذا قلنا يستريح من خطيته الكبرى مش معناها يتساهل مع الخطايا الأخرى، إنما ينبغي أن يضع كل خطية أمام عينيه لكي ينقذه الله منها. له المجد الدائم إلى الأبد، أمين. وأحسن إن إحنا بلاش القطع الأخيرة دي، بقول له عشان الناس بيمشوا أثناء شوف اللي رأيته لك. ليترأف الله علينا ويباركنا، وليسر وقعه علينا ويرحمنا، وليبارك في جميع الحاضرين هذه الصلاة معنا بالصلوات والطلبات التي ترفعها عنا كل حين، والدة الإله الطاهرة القديسة مريم وكل مصاف الملائكة والرسل والأنبياء والشهداء والمعترفين والتعبدين والقديسين الذين أرضوا الرب بأعمالهم الصالحة كل حين، وبركة بلاد هذا اليوم الطاهر، وبركة القديس ماري مرقس وجميع قديسي هذه المنطقة، وبركة السيدة العذراء أولا وآخرا، بركتهم المقدسة وهبتهم ومعونتهم ورحمتهم وشفاعتهم، فلتكن معنا كلنا، أمين. بخريستوس بن نوح يقولوا انت تهريني ويلان انت كريني سمنلان انت كريني كأنه بنا نقول جيسو بتاتي قوم ننبئون انبزمون انبئ أماهي شيني، أمين. اللهم اجعلنا مصابين وكن بشوف يا أبانا ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك في الأرض، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر لأولئك المذنبين إلينا، ولا تجعلنا في ضلالة لكن من الشرير المسيح صورتنا، لأن لك الملك والقوة والقدرة الأبدانية. محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد وشركة وموهبة الروح القدس تكون مع جميعكم، امضوا بالسلام. السلام عليكم ورحمة الله.